يا هلا بمتابعين صفحة اليوفنتوس، أحب أهني الجميع بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة في رفع العديد من القيود على سواء المحصنين أو إخواننا الغير مطعمين، لكن أذكر بأهمية الجرعة التعزيزية، لأن في موجة أوميكرون الأخيرة 70% من الأشخاص اللي كانوا في العناية المركزة هم من الأشخاص الغير مطعمين تماما، و30% منهم غير مكتملي التحصين، يعني حصلوا على جرعة واحدة أو جرعتين مضى عليهم أكثر من 9 شهور، ونسبة جدا قليلة لا تذكر من الأشخاص اللي أتموا تطعيمهم ال3 جرعات لكن عندهم مشاكل صحية أخرى أدت إلى دخولهم للعناية المركزة، وهذا دليل على أهمية الجرعة التعزيزية مو فقط بتخفيف الإجراءات علينا لكن أيضا في حمايتنا من فيروس كورونا.